نستأنف حديثنا حول آي سورة البقرة، ونعود إلى الآية التي سبق البيان أو بعض البيان عنها من قوله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بقيت لنا مسألتان تحتاجان إلى تحقيق أكثر، عسى أن ننتبه إلى بعض الحقائق الإيمانية الواردة في كتاب الله من الكليات الكبرى الضخمة جدا في القرآن العظيم. وأولاهما هذا الخطاب الرباني العظيم: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ثم يشير بعد ذلك إلى رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، إشارة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، ولكن أيضا إشارة إلى منهجهم في التعامل مع الأنبياء من قبل، لأنهم اقتلوا من قبل وذبحوا وكذبوا، وكان نصيب رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذلك أن حاولوا قتله وبادروا إلى تكذيبه عليه الصلاة والسلام. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الملحوظ في القرآن الكريم أن المتكلم فيه هو من العلو ومن العظمة ومن الكبرياء، بحيث إن النفس القارئة المتدبرة تشعر بالخضوع وبالرغب والرهب إزاء هذا المتكلم بالقرآن العظيم وهو الله جل جلاله. يعني سبحان الله العظيم، يعني الإنسان لما كيبدا يقرأ كتاب الله كيلقى هذيك ناء دالة على الفاعل والتي فيها أيضا العظمة: ولقد آتينا وقفينا وآتينا وأيدنا. من المتكلم؟ إنما هو الله جل جلاله. حقيقة الإنسان هذا تعبير عظيم في الكتاب وهو متكرر، بل لا تكاد صورة تخلو منه صراحة أو ضمنا. يعني اليهود حينما أنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، اليهود جحدوا النبوة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ورب العالمين يخاطبهم بهذا القرآن، وهذه من الأشياء العظيمة جدا، بحيث إن هذا القرآن كفيل وحده بإخضاع كل جاحد وبإقناع كل ملحد إن تجرد فعلا من هواه. والقرآن كاف وحده لشفاء كل حيرة في القلب وتثبيت كل اضطراب في النفس. بسبب هذا النوع ديال الخطاب اللي كاين فيه، يعني طبيعة هذا الكلام اللي كاين في القرآن الكريم، في الكلام في القرآن الكريم مسنود المولى وهو رب الكون المتكلم بالقرآن العظيم. وهذا من الأسرار العجيبة في القرآن الكريم، وسأزيد هذا توضيحا على حسب الطاقة، لأنه أعظم من أن يحاط به. تكلمنا من قبل بأنه الأنبياء السابقون كانت عندهم معجزات رئيسية من غير الكتب اللي نزلت عليهم، فمعروف جدا أن سيدنا موسى كانت عنده العصا، عنده 9 آيات، ولكن العصا كانت هي أم الآيات، هي المعجزة الأساسية عند سيدنا موسى. هو عنده التوراة، ولكن كانت العصا عندها خوارق، بحيث داك الشيء اللي داروا سيدنا موسى بالعصا ما داروا شيء بالتوراة، مما نص عليه القرآن الكريم في غير ما موقعه: عصا كدير الغرائب والعجائب وتخرج الضد من ضده، يعني تخرج الحاجة المعكوسة من الحاجة اللي ما ماشي من الطبيعة أنها تجبدها، يطلع الماء من الحجر والماء يردو طريق يابسة، يعني أشياء يقلب الأشياء بشكل غريب، والأشياء الجامدة يجعلها حية، العصا يردها حية أفعى جامدة وتولي تتحرك، وهكذا. كذلك سيدنا عيسى كانت عنده معجزات غريبة وقوية كإحياء الموتى وإبراء اللكمة والأبرص وغير ذلك مما أعطاه الله جل وعلا، وأنه كان يخلق لهم من طين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، إلى أشياء غريبة. سيدنا محمد ما درش هذا الشيء عليه الصلاة والسلام. صحيح كانت عنده معجزات أخرى، ولكن عمرها ما كانت رئيسية قدام القرآن الكريم. خرج الماء من بين يدي عليه الصلاة والسلام، أشياء كثيرة، ولكن القرآن كان قاضي على ذيك المعجزات كاملة. بينما الإنجيل يعني والتوراة، الإنجيل بالنسبة للمعجزات ديال سيدنا عيسى، الأخرين
والتوراة بالنسبة للمعجزات ديال سيدنا موسى الأخرين كانت ديك المعجزات المادية الحسية كتغطي على ذكر الإنجيل وذكر التوراة، رغم أن الجميع من عند الله. هذيك الإنجيل والتوراة هي كلام الله عز وجل، والمعجزات أيضا الأخرى هي من عند الله. قول كل من عند الله، كل شيء ديال الله تعالى. لكن الله سبحانه وتعالى من اللي نزل القرآن على سيدنا محمد نزله قاضي على المعجزات الأخرى، قاضي عليها. فما تفجر من ماء من بين أصبعه عليه الصلاة والسلام، وما وقع له ليلة الإسراء والمعراج، وما وقع له ليلة الخروج مهاجرا ودخوله إلى الغار، كل شيء ديك شيء لما كيتذكر القرآن كيكون بحال الشمس إلى شرقت كيطفوا النجوم. ولذلك قال بعض العلماء معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام من غير القرآن، من غير القرآن، إنما كانت خطابا لمن عاش في عصره. والقرآن وحده خطاب للبشرية جمعاء إلى يوم القيامة، يعني تفجر الماء من بين أصبعيه عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من المعجزات، وانتصاره بالرعب مسيرة شهرين إلى آخره. شكون اللي استفد من هذه المعجزات؟ الناس اللي شافوها وعاشوا معه. بينما القرآن استفدوا منه الناس اللي عاشوا معه واللي عاشوا من بعده واللي سمعوه وقرأوه بالعربية بلغته اللي نزل الله تعالى بها، واللي سمعوا بعض المعنى مترجما لأي لغة من لغات العالم. كيبقى كثير من السر تابع حتى الترجمات، كيبقى تابع واحد السر ديال القرآن تابع المعاني أو بعض المعاني التي تنقل من خلال الترجمة، لأن الترجمة مستحيل تنقل لك المعنى كامل ديال القرآن الكريم. القرآن شيء عظيم جدا وغريب، ولذلك كان حضور الله سبحانه وتعالى متكلما في القرآن من القوة بحيث لا يملك القارئ إلا أن يكون خاضعا. ده هو سر ديال الإعجاز القرآن الكريم. يعني العلماء من بكري بدأوا يتقاتلوا يعني على أشياء شكلية، واش الإعجاز القرآن الكريم يعني في النظم دياله ولا في العبارة دياله، واش المفرد ولا المركب، كل شيء ذاك شيء كلام. إلا تكلموا عن الإعجاز حقيقة كلام شكلي تبعي ليس بأصلي. السر ديال القرآن والإعجاز دياله كاين في أن المتكلم هو رب العالمين. يبدأ يحس الإنسان كيقرأ يبدأ يحس بالعبودية، كتلقى القلب ديال كيخضع كيركع، لأن المتكلم رب العالمين. وكتعرفه تحتش اللي يعرفك، لأنه يعرف بنفسه، ما دايرش بينك وبين الواسطة. ولقد آتينا موسى الكتاب. هاد اليهود اللي رفضوا يأمنوا بنبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيتكلم معهم بالقرآن، بالقرآن كيقول لهم ياك انتم ما كتأمنوا بالتوراة، إيوا أنا اللي عطيت التوراة لسيدنا موسى، أنا اللي عطيت التوراة لموسى. ولقد آتينا موسى الكتاب. كتأمنوا بموسى؟ نعم كنأمنوا بموسى. هذاك الكتاب اللي عندكم وكتقراوه ديال موسى أنا اللي عطيته له، إيوا أنا اللي عطيته له، أنا اللي كنتكلم معكم دابا بهذا القرآن، تأمنوا ولا ما تأمنوش؟ فلا يملك من كان في قلبه مثقال ذرة من عقل إلا أن يتثبت. كاع أقصى ما يدير يقوله كلام واعر، هذا خصني نرد البال عنده يكون هذا الشيء صحيح ويتثبت. فإذا حاول غير بمجرد ما يحاول التثبت تنكشف له الأسرار، فإذا به إزاء خطاب الله المباشر. ولكن القلوب ديالهم وقالوا قلوبنا غلف سدودين. وهذه النقطة الثانية اللي غنتكلموا عليها، أش هو السبب ديال انسداد القلب كيما والعياذ بالله الآن في الأمراض القلبية العضلية تنسد الشرايين عند ضخ الدم، كذلك قلب الروح أو قلب النفس تنسد شرايينه عن استيراد النور، وكيظلم القلب والعياذ بالله، تحيطه الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. فرب العالمين يخاطب بني إسرائيل يهودا ونصارى، لأن كلهم بنو إسرائيل في الأصل يهودا ونصارى. ولقد آتينا موسى الكتاب، أنا اللي أعطيت موسى الكتاب. وقفينا من بعده بالرسل، وصفت هذوك الرسل اللي كتعرفوهم واللي كذبتوا بعضهم وقتلتوا بعضهم، كيحيى عليه السلام وزكريا عليه السلام ومن كان قبلهما ومن كان بعدهما، أنا الذي أرسلت داود بالزبور، أنا الذي أرسلت سليمان، كلهم واحد واحد. وقفينا، التقفية إتباع نبي بعد نبي خلفه مباشرة جاية من القفاء. يعني واحد هل كيقول قف الناس، قف الناس يقفيهم، ده واحد مرة واحد ده لهم الصف، لأن واحد كيشوف قفاء آخر يعني قريب له. فما كانش رب العالمين كيدير في بني إسرائيل واحد الوقت طويل وما يرسلهمش نبي، كدوز واحد الفترة وجيزة غير كيبغيو ينساو كيصفطهم واحد، وبعض الأحيان كيصفط واحد مازال ما مات هذاك، مازال ما مات وكيجي الآخر.
ولذلك قد يكون فيهم النبيان الثلاثة في العصر الواحد والزمان الواحد والقرية الواحدة سقفية واحد مرة واحد. إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ما كفاه الجوج هكذا الثالث وقفينا من بعده بالرسل. فالذي أحدث هذا الحدث في التاريخ البشري واحد هو رب الكون. ما يمكنش يجي رسول جايب أخبار الغيب من جهة غير رب العالمين، لا يستطيع ومستحيل عقلا وتاريخا وواقعا. ومن اللي يجي شي واحد يكذب النبوة كيبهدل الله سبحان الله العظيم. فين ما يجي من القديم حتى الآن، شوفوا لهذاك اللي سموه الفرقان الحق، هذيك التبهدله اللي خرجوا اليهود والنصارى، راه خرجوا واحد المصحف قال لك هذاك هو القران الحق، سموه الفرقان الحق. غير تبدا تقرا يجيك الضحك، سخريه، هذه شيء اشياء غريبه جدا. اباطيل لا ترقى الى ان تكون في مستوى الخطاب الكلام العادي اللي يقوله عقل، بلا ان يكون ذلك شيئا من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. كلام ديال ابلد الناس، هذا هو الشيء الغريب في القرآن، راه غريب جدا. شفت مثلا واحد مشى باغي يقلد واحد الشاعر ولا قصاص يكتب القصة والرواية، بغى يقلده، كيمكن في البداية يكتب واحد القصيدة مثلا واحد القصيدة ويجيبها ناقصة على ذاك الأصلي، لأنه راه باقي كيتعلم، ولكن يعاود يقلده مرة أخرى، يجيبها قريبة، يقلده المرة الثالثة، يجيبها قدو، يزيد يخدم، يجي أحسن منه. بمعنى أنه لما كتقلد الفحول العظام كتولي بحالهم. إلا القرآن، القرآن اش كيوقع فيه؟ العكس، العكس تماما، غير تبغي تقلده كتبهدل، يعني كتبغي تطلع كتنزل أسفل سافلين، تجيب شي كلام سخيف مفلس ساقط، لأن مشيت كتعند مع رب الكون، ما كيسمح لكش، ما كيقبلش، ماشي كيخليك تتعلم، لا كيهرسك، يهرسك. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما قاسمته، يعني صعب بل من أخطر المغامرات أن يلجأ البشر إلى الكذب على رب الكون. هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام توعد من كذب عليه بالخلود في النار، ومن كذب علي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هادو ماشي مشاو يكذبوا على سيدنا محمد، مشاو نيشان لرب العالمين بغى يكذبوا عليه، يعني مغامرة خاسرة. ولذلك لما يجي كلام متين ويقول لك أنا رب العالمين، لا يمكنك إلا أن تكون من المصدقين إن كان في قلبك ذرة أو حبة خردل من إيمان، لأن كلام رب العالمين ما كيتشابهش مع غيره. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أول مرة سمع القرآن في حياته، أول مرة سمع القرآن في حياته، مازال ما مسلم، غير سمعوا قال هذا الكلام لا يمكن أن يكون إلا من إل. كانت العرب في الجاهلية في عربيتهم القديمة كيسموا الله إل سبحانه جل وعلا. هذا الكلام هذا ماشي ديال بنادم أبدا أبدا، ما يتشبهش كلام الله بكلام غيره سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون إلا من الله جل وعلا. ولذلك رب العالمين يتحدى اليهود والنصارى والبشرية جمعاء، كيقول لهم أنا اللي كنتكلم معكم، أنا ماشي غيري. ولذلك شخصية سيدنا محمد في القرآن كترجع اللور مضرقة، ما كيتكلم سيدنا محمد في القرآن لأنه ماشي مولاه، مولاه رب العالمين. فين تلقى شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ تلقاها في السنة، أما في القرآن ما كيناش، تلقاها ولكن باعتباره عبد، وهذا العبد كيتعامل معاه ربه مولاه، كيأدبوه ويلوموه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عن كلمة أذنت لهم. يعني كتلقى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تهو خاضع خايف راغب راهب. الكلام كلام واحد في القرآن هو كلام رب الكون، وخا سيدنا محمد هو اللي جاب القرآن وبلغوا الناس، ولكن جابوه وعبد، جابوه وعبد، قال إني أختار أن أكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام. قرآن شيء رهيب، ولقد آتينا هو جل وعلا رب الكون يتكلم موسى الكتاب الذي تؤمنون به يا معشر اليهود، وأنا الذي أتبعته بالرسل ممن تعرفون واللي عارفين الحالة اللي كانت بينكم وبينهم، صدقتم بعضهم وكذبتم فريقا منهم وقتلتم فريقا آخر، وقفينا من بعده بالرسل، وأنا اللي صفت عيسى بالإنجيل. فالله إذن واحد والمتكلم واحد، تعددت الرسل والمرسل واحد، فرد صمد جل وعلا. فإذن هذه الشخصية لرب العالمين سبحانه وتعالى بالصفات دياله جل وعلا والكمالات والأسماء الحسنى هو الذي يتكلم في القرآن.
وهو الذي تعرفه اليهود كيعرفوه شي غبر عليهم، وهو الذي تعرفه النصارى أنا إيدين، ويعرفه كل من يعرف الحق ويرغب في الحق يتكلم في القرآن الكريم بالقرآن الكريم. فبأي منطق تفرقوا تقبلوا واحد وترفضوا الآخر؟ أبدا. المؤمن يجد أن هذا الكلام أقوى من أن يرده القلب، ما يقدرش القلب يرده، ما يستطعش نهائيا. إذا كان هذا القلب فيه الحياة، إذا كان هذا القلب كيسمع وكيبصر. أما إذا كان قد مات فما لجرح بميت إيلام، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلذلك اليهود كانت قلوبهم قد جمدت على الكفر وتلبدت على الخزي والاستكبار، وقالوا قلوبنا غلف. غلف أي أنها مغلفة، كيسخروا من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كيقولوا قامت صدى راسك، هذه القلوب ديالنا راه مسدودة. فرب العالمين دار بل، استعمل بل التي تفيد الإضراب، ماشي بغى يقول لهم يعني راه القلوب ديالكم ماشي غلف، لا هي غلف منيت، ولكن بين لهم العلة، ها السبب علاش هي غلف، ولكن ماشي مغلفها لأنهم راكو أنتوما مرضيين عند الله وعندكم التوراة كافياكم أو عندكم الإنجيل كافياكم، كلا ماشي هذا هو السبب ديال التغليفة باش مغلفة القلوب ديالكم. بل لعنهم الله بكفرهم، هي مغلفة بلعنات الله، ولعنة الله عندها عود سبب، بسبب كفركم بكفرهم. فلذلك حينما يكفر الإنسان، وشنو الكفر؟ الكفر هو أن الإنسان كيغمط الحق، حل الكبر، هل الحق ويزطم عليه، ما بغاش، ما عجبوش الحق، مش ما عرفوش، عرفوه، يعرفونه، يعرفون الحق جيدا كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه، ولكن ما عندهم استعداد أبدا لقبول الحق، كما كان حالهم مع الأنبياء اللي كانوا قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فين ما جاهم شي واحد بغى يجدد لهم الدين ديال سيدنا موسى أو ديال سيدنا عيسى، ما كيعجبهمش الحال، لأنه داك الشيء اللي بدلوا وداك البدع اللي ولفوه أركبت لهم في القلب ديالهم، ما عندهم استعداد يتخلوا عليها مطلقا، لأنه اللي يكسبوا من وراها الأموال. واليهود معروف أنهم دأبوا على عبادة المال، عبادة الذهب، عبر التاريخ إلى يوم الناس هذا عبيد الذهب. فالله جل وعلا من بعد ما بين سبحانه وتعالى أن المتكلم إنما هو جل وعلا، وكشف عن هذه الذات العظيمة وأنه هو ذو الجلال، بين سبب الزيغ، سبب الكفر، وسبب الضلال الذي أصاب بني إسرائيل، والذي قد يصيب كل من غمط الحق استكبر. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم استكبار، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فسبب التكذيب والتقتيل إنما هو الاستكبار، كبر، وسبب الكبر الهوى. هذه واحد محطات عجيبة، وتحليل نفسي، تحليل نفسي كأدق ما يكون التحليل للنفس البشرية لما كتمرض بمرض الكفر، كيبدأ سبحانه وتعالى من الأسباب الأولى الدقيقة ديال بداية المرض، ويصور مراحل تطوره مرحلة مرحلة حتى يصل إلى أبشاع مظاهره وتجلياته تماما، كما وصف الجنين في بطن أمه في تخلقه. سبحان الله العظيم، الأشياء اللي كانت عجيبة، وانبهر الطب المعاصر والتشريح الجنين المعاصر إزاءه. كذلك علم النفس المعاصر لا يملك إلا أن يخضع راكعا أمام هذه الآيات. أول المرض منش كيبدأ من الهوى، وسنرجع إلى هذا المعنى، الهوى كيتحول إلى كبر، هالمرض تطور وصار كبر، من بعد ما كيوصل درجة الكبر، الكبر كيخرج الآثار دياله في الأرض، وهو الطغيان. الطغيان يكون عنده جوج الأحوال، يا إما عدم الاعتراف بالآخرين ففريقا كذبتهم، أو إبادة الآخرين وفريقا تقتلون. راه كاين في هذا الزمان هذا الشيء، كيديروه الأفراد وديروا الدول وتزاحم اللي كاين في العالم. واضح جدا أن هذه الآية تتجلى في زماننا هذا كما تجلت في أزمنة سابقة، وهي من أسرار الإعجاز القرآني في وصف النفس البشرية في ذاتها وفي نسيجها الاجتماعي. يعني النفس البشرية لما نتكلموا على النفس وحدها، ولما نتكلموا على النفس ديال المجتمع، النسيج الاجتماعي أو ما يسمى اليوم بعلم النفس الاجتماعي، شيء عجيب جدا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، نجبدوا القصة التاريخية، لأن بالقصة التاريخية نفهموا، تعطينا الضوء باش نفهموا الواقع ديال الآية في هذا الزمن. كانوا اليهود قبل ما يجي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قبل ما يتبعث، كانوا ساكنين في المدينة،
فين ما دبزوا مع العرب، والعرب كانوا مشركين يعبدوا الأوثان، كيقولوا لهم راه رب العالمين غادي يرسل فينا واحد النبي وغادي يكون هو القائد ديالنا وغادي نقتلكم وغادي نقضوا عليكم. فكانوا يستنصرون الله جل وعلا بالنبي المرتقب، لأن الكتب ديالهم التوراة والإنجيل كتخبرهم بأن راه قريب الزمن اللي غادي يخرج فيه واحد النبي اللي بشر به سيدنا موسى وبشر به سيدنا عيسى. فكانوا فرحانين، شوف العجيب والغرائب، كانوا فرحانين اليهود يعني والنصارى فرحانين كيتسناو هذا النبي يجي باش ملي يجي يامنوا به ويصدقوه ويتقووا به وينوضوا يجاهدوا ويقتلوا الكفار من العرب وينتصروا عليهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وهذا يعني قبل ما يتبع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يقولوا للعرب راه جاء الوقت ديال النبي اللي غادي يتبعث، كتبنا تقول هذا ونحن سنؤمن به لأنه مولد الأنبياء، بنو إسرائيل أولاد الأنبياء، السلالة ديال يعقوب عليه السلام وأبنائه من الأنبياء عبر تاريخ النبوة ديال بني إسرائيل، مرورا بسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما كان بينهما من داود سليمان كلهم هذوك جدودهم. فكانوا كيتصوروا بأن هذا النبي غيخرج منهم وسيصدقونه، لكن من اللي خرج ما خرج منهم، خرج من العرب من ولاد عمهم جنس آخر، ما رضاوش، نقطات الضعف ديالهم ما رضاوش، يعني هادوك الجهاد اللي هما العرب عباد الأوثان خرج فيهم نبي بنقص من هذا النبي، هذا لسان حالهم بالضبط، هذه هي النفسية ديالهم بالضبط اللي كانت عندهم في ديك اللحظة، إما يخرج منا ولا بنقص. دابا شنو وقع لهم؟ ولا هما كيقولوا لربي سبحانه وتعالى هاش الدير، يعني كيفتيوا على رب العالمين الخدمة. ولذلك جاء الخطاب قوي من البداية، أنا اللي رسلت موسى، وكان ممكن ما يرسلوش، يفعلوا ما يشاء ويختار سبحانه، كيبزز عليه شي واحد شي حاجة، أنا اللي رسلت عيسى، أنا اللي صفت الأنبياء واحد مورا واحد وصفت هذا، شغلك أنت فيا شنو غادي ندير أنا؟ يعني من السخافات، السخافات التي كانت عند بني إسرائيل، أنهم يفتئتون على الله جل وعلا. ولذلك الكبرياء اللي حصل لهم بالضبط هو الكبرياء اللي حصل لإبليس. إبليس لما أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم كان عارف إبليس أن آدم هذا عنده خصائص مهمة ما كاينش عنده هو، وعارف بأن الله تعالى إنما خلقه لمهمة عظيمة، وعارف إبليس عارف بأن الله عز وجل خلقه لحكمة بالغة، لأنه كعرف بأن الله تعالى ما كيدير الحاجة إلا لحكمة بالغة، راه كان عارف، راه كان عبد من عباد رب العالمين، ولكن ما رضاش أنه يجي واحد من وراه مخلوق من الطين وهو مخلوق من النار ويفوته، ما رضاش. إلا إبليس أبى واستكبر، هالمشكلة استكبار كبر، وكان من الكافرين. فلذلك هذا الذي رسخ من الهوى في قلوب بني إسرائيل، يعني بغين يكون إسرائيلي، ما بغوش نبي عربي، خصوهم نبي إسرائيلي عادي يخدموا، ما جاش إسرائيلي ما خدمينش، وهذا الهوى وإلا فلا. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، فالهوى كان سبب الاستكبار، الهوى كان سبب الاستكبار. ولذلك الهوى حينما تمكن من القلب، شد في القلب مزيان، كاين الهوى العابر غير كيدوز ولا ينجو منه احد، كلنا يعني هوى عابر، كل مره كتشهى نفسك شي حاجه من الاشياء التي قد لا يجوز شرعا، لكن فرق بين وحده دازت هذيك الساعه انما تكون طائفا من الشيطان فتتذكر فاذا بك مبصر. لكن اذا تمكن الهوى يعني هذيك الخاطره كتعجبك فتستحليها وتستلذها كتمكن، فإذا سكنت القلب صعب أن تزول، لأنك تبدأ تطور تماما كالأمراض العضوية، عافانا الله وإياكم. من اللي الإنسان ما يعالج شي المرض كيضعف البدن عن محاربة المرض، اليوم وغدا كيضعف البدن وكتضعف المناعة ديالو، ما بقاش قادر كينهزم البدن، فاش كيدير هذاك المرض كيتمكن ويتغرس وكيوقع له تطور نوعي، كيتحول من طبيعة لطبيعة أخرى، يعني من مرض بخصائص معينة إلى مرض مختلف تماما، يعني يتحول من هوى إلى كبرياء، كما تتحول الأمراض من الأشياء البسيطة العادية للأشياء المعقدة، نعوذ بالله من الأدواء جميعا، قليلها وكثيرها خبيثها وبسيطها. فيتحول إذا المرض تماما بحال الأمراض العضوية، حينما تتحول من طبيعة إلى طبيعة يعني كيوقع التحول الكيفي بناء على التحول الكمي، وهذه من النظريات المعروفة في عالم ديال المادة، ديك النظرية المشهورة اللي قريوها
الغلايم اللي كيبدا يطبخ بالماء ها هو ماء ولكن فيه الحراره، حراره كتطلع كيوصل واحد الدرجه ديال 100 درجه صافي ما كيبقاش ماء، كيتحول البخار، يعني كيتحول من واحد الطبيعه لواحد الطبيعه اخرى. فكذلك الامراض في الابدان والامراض في الانفس، والله عز وجل يصف بدقه عجيبه: افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم. وهي المرحله الثانيه المرض. ولذلك يمكن لي يعني الانسان الكافر في البدايه يجيه ذاك الهوى ديالو ويرفض النبوه، ولكن اذا عالج الهوى وما خلاهش يتمكن منه قد يهديه الله الى الاسلام، وقد يشرح الله قلبه وصدره الى الايمان. وقد حصل كاين اليهود اللي سلموا من بعد ما حاربوا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، كما ايضا كفار قريش كثير منهم سلموا. سيدنا عمر شحال حارب النبي صلى الله عليه وسلم وحاول قتله، في نهايه المطاف حارب هواه فانتصر على هواه واسلم. لكن لما يوصل الهوى لدرجه الالوهيه كيتمكن من القلب. افرايت من اتخذ الهه هواه، وصل درجة الألوهية إذا دخل مرحلة مرضية، مبقاش الهوى العابر، كيولي حاجة أخرى، كيولي مرض متمكن. أنا إذن يكون ذلك نذيرا بالتحول والعياذ بالله، كيتحول الكبر والكبرياء. وذلك الكبر من أخطر الأمراض، سرطان القلوب عافانا الله وإياكم. الكبر، كبر من أصعب الصفات الدميمة في الإنسان. الكبر يتعالج بنادم على المستوى النفسي من أمراض عدة، والكبر والعياذ بالله مش ما كيتعالج، كيتعالج ولكن صعب جدا. ولذلك وردت فيه الأحاديث الصحيحة الكثيرة الرهيبة: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، لأن مرض خبيث شعج، مرض متطور، وقد يعمي صاحبه، يعميه خطرة ويقود الضلالات. فإذن الكبر ينتج عنه شيء وهو الشعور بالاستغناء، شعور بالاستغناء هذه نتيجة طبيعية للكبرياء. طافي لأنه كيقول أنا، هذا الكبر، أنا خير منه، كما نطق بذلك إبليس وكما حكاه الله جل وعلا عنه في القرآن العظيم. فلما يستكبر سيطغى، يعني يفسد في الأرض، لأن الكبر عنده آثار متعدي، كيولي يظلم المتكبر واللي يظلم، لأن باش كيحقق الرغبة ديال الكبرياء ويعبر عليه كيعبر عليه بالظلم، ما عندوش وسيلة أخرى. الكبرياء ما عندوش وسيلة أخرى للتعبير عدد ديالو من غير ظلم الآخرين، ولذلك يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، استغنى على الله ما بقاش يحتاج له، وهو الكبر عينه. قال أنا، وهذا الأنا هذه هي الآن اللي كتصرف فعداد ديال الدول الظالمة الطاغية في الأرض، كتقول أنا، واللي من ورايا خشاش حشرات. ففريقا كذبتوا وفريقا تقتلوا، كيقلبوا تكذيب. الإعلام المعاصر أكبر دجال كيقوم بهذه المهمة ديال ففريقا كذبتوا، كما وقعت للأنبياء من قبل، تقع للدين اليوم ولمفاهيم الدين. الشر كيسميه خير والخير كيسميه شر، كيقلب كل شيء، كل شيء مقلوب في الإعلام. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذا الشيء اللي دايرين فرقنا على جوج، قسمه فينا مضوخينهم بالتكذيب وقسمه فينا كيدبحوهم في العالم الاسلامي. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، اللي خضع للسحر الاعلامي ولا حتى هو يعني مطمس مسحور مخدوع انطلت عليه خدعه التكذيب مخدر، والذي لم تنطلي عليه الحيله والتكذيب يكون مصيره التقتيل والاباده. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني بعض الانبياء كذبوهم فلما كذبوهم يعني النبي ماشي زعما غتنطلع عليه هو الحيله، لا هو عارف راسه نبي وعنده اليقين، ولكن كياثروا له على الاتباع، كيبقى بوحده ولا معاه زوج ثلاثه الناس. ولذلك ياتي النبي وليس معه احد، الحديث الصحيح. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وصف بانه يوم القيامه كاين الانبياء اللي يجيو ما عنده حتى واحد تبعه ولا واحد، والنبي معاه الثلاثة والإثنان تبعين جوج ثلاثة. شنو السبب؟ التكذيب، يموه عليه حتى يردوه في أعين الناس كذاب، حتى واحد ما كيأمن به إلا صدقوا، كما وقع لكثير من أنبياء بني إسرائيل. تكذيب خطير ومن أخطر الوسائل التي تقع للمسلمين اليوم ولعقائدهم ولدينهم، حركة التكذيب الإعلامية للدين ولحقائق الإسلام، وليس يعني آخرها ما صدر من هذا اللي سموه الفرقان الحق. تكذيب كل حقائق الدين قلبينها العكس تماما، كل آية يقمطوها ويقلبوها ويعكسوها، حتى لدرجة أنه بعض المسلمين مع الأسف تنصروا ولا نصارى،
وبعضهم ما بقى عندهم غرض بالدين، تجد المسلمات تتزوج النصراني واليهودي والمجوسي والذين لا دين له، فخطره كاع ما بقى عندها غرض بدينها، فضات من الدين ديال سيدنا محمد بكري. التكذيب من اخطر الوسائل المدمره. وشنو هو السبب؟ كيعترفوش بك انت كاع كاين في الارض نهائيا. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم. إذا الاستكبار خصك نحيدك من قدامي، انت ما كاينش حكما. ففريقا كذبتوا، أمة متخلفة، أمة بدائية، أحسن لها نستعمروها لأنه لا تصلح لقيادة نفسها، ما صالحينش للحضارة، ما صالحينش للمستقبل. هذا المعنى ديال التكذيب والنتائج دياله. ومن خالف هذا عرض نفسه ووطنه للإبادة الجماعية. وهذه الأمم الظالمة المعاصرة، الفلسفة اللي قامت عليها الإبادة، هذه فلسفتها. أبادوا الشعب الأمريكي القديم الأصيل في الضومعة، ويبيدون الآن الشعب الفلسطيني، ويبيدون الأمة من أطرافها، نتنقص من أطرافنا. هذا الشيء كله مولد من النفسية التي وصفها الله جل وعلا في القرآن الكريم بدقة، اللي تربوا عليها جيل على جيل على جيل عبر التاريخ. لو أن المسلمين اليوم قرأوا القرآن، لو يقرأوا المسلمين قياداتهم ومفكروهم وعلماؤهم يقرأوا القرآن حقيقة، لوجدوا أن القرآن يرسم لهم السبيل والصراط المستقيم الحق للتعامل مع النفس، التعامل مع الآخر، ماشي بالظلم والطغيان، لا بالعدل، بالعدل وبالميزان. وما تملك أمة الميزان كما تملكه أمة الإسلام، لأن الله عز وجل هو الذي وضع الميزان. وإنما الميزان كل الميزان في تنظيم علاقات البشر والحضارات. القرآن الكريم ما كاينش شي كتاب عادل في الكون اللي نظم العلاقات الدولية، هذاك اللي يتكلموا عليه الآن باسم القانون الدولي بحال القرآن الكريم، أعدل نظام في العلاقات البشرية ما تحدث عنه القرآن الكريم. فاليهود رغم مكرهم وخبتهم وهو إلى آخره، رب العالمين أعطاهم مع ذلك حقهم كاملا ولم يغمطهم شيئا. وكذلك النصارى من باب أولى وأحرى. ومن الذين لهم حقيقة، هذه المعاني اللي كينا في العلاقات الكلية البشرية كينا أيضا في النفس البشرية الفردية. يعني الآية ماشي فقط يعني في النظر للجماعات البشرية الكبرى والدول والمؤسسات، لا، تشوف فيها أيضا نفسك مرايا، تشوف فيها نفسك وتشوف فيها رأسك. اللي جاي يشوف فيها يشوف فيها رأسه، جت مؤسسة أو دولة أو حضارة شفت فيها تشوف فيها رأسها، جاء فرد يشوف فيها رأسه. هذا من الإعجاز الغريب، ما يقدرش العقل يستوعب يعني كيف تكون الآية كذلك، وهي كذلك. وجربت شوف كيف أنه في نفسي وفي نفسك. إذا أصيبنا بالهوى نستكبر، إذا ما عالجناش الهوى في المراحل الأولى ديالك يجينا الكبر. أنا غير في جدال بينك وبين أخوك المسلم، بينك وبين المرأة ديالك، بينك وبين ولدك، بينك وبين موظف أو شريك ديالك في التجارة، إلا دخل الهوى في ذاك النقاش ما كترضاش يكتشف عليك الغلط، ما كترضاش، كتعقد بسبب الهوى. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، استكبرتم. فإذن كتولي تصرف واحد التصرف ديال إلغاء الآخر، تغلطوا واخا الحق يعني ناطق بكل معانيه على لسانه، كترفضوا وتخطئه، وربما يلجئك ذلك إلى ما هو أفظع، يقوم الإنسان بحماقات كبرى لا قدر الله. وسبحان الله العظيم اللي كتبدا تحل وتشوف كتلقى السبب صغير دقيق جدا، شي حاجة سميتها الهوى. وما الهوى؟ عابر طائف يمر على القلب. لو أن الإنسان حاربه في البداية دياله ما يتطورش إلى هوى مرضي، والهوى المرضي ما يتطورش إلى كبرياء واستكبار، ثم بعد ذلك يتحول إلى آثار فعلية طغيانية في الأرض، وهذا من المصائب الكبرى. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ويوصلوا درجات ديال العناد السخرية، ونراه اليوم مع الأسف الشديد. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا فقليلا ما يؤمنون. يعني لما يوصل الإنسان واخا يكون مسلم مع الأسف الشديد، وقد رأيناه مع الأسف، الدرجة من الكبرياء بحيث يعني يوصل مرحلة ما يسميه الفقهاء بالمرض المخوف، المرض المخوف يعني ذاك المرض الذي لا يرجى برؤه، كما كاين في المجال العضوي كاين حتى في المجال النفسي والمجال الاجتماعي، المرض المخوف يوصل له سيصبح خطيرا على المجتمع، يعني يطغى، يمارس الجريمة بكل أشكالها، العشوائية الفردية المنظمة كلها المؤسسية، يمارس الجريمة الكلامية
غمط الحقائق، كل ذلك جرائم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه الحالة هذه هي حالة فعلا الغلفية، طافي القلب أحاط به الران من كل جانب، كلاب الران على قلوبهم. ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون، كسبوهم من خطاياهم التي نبعت عن أهوائهم وجعلتهم يعتزون باسمهم، أخذته العزة بالاسم. هذا الكسب يؤدي إلى تغليف القلب، ولما كيتغلف القلب يعني كيوقع له واحد العازل، العازل عن مجال التماس، يعني بحال الأسلاك الكهربائية ملي كتعزل صافي ما كيدوش شيء التيار الكهربائي. فالقلب أيضا يعزل عن الأحاسيس، لأنه القلب كيتلقى، القلب بالمعنى الروحي النفسي، كيتلقى من الحواس، يتلقى من السمع، يتلقى من البصر، يتلقى من اللمس، يتلقى من الفكر، يتلقى من جميع جهات نقل الخبر والأحاسيس، وهو كيقوم باتخاذ القرارات. فلما القلب كيتعزل، هالعينين كيشوفوا وما كيوصلوش، والودنين كيسمعوا وما كيوصلوش، القلب صافي كيفقد الإحساس، كيفقد الإحساس تماما. على ذاك المرض اللي والعياذ بالله كيصيب الإنسان في الجلد دياله، ما كيبقاش يحس، واخا تشكوا بالإبرة ولا تحرقوا بالوقيده ما كيحسش. دي حالة خطيرة جدا، يعني هذيك اللحظة شنو كيوقع له؟ يؤذي نفسه، كيقدر يؤذي نفسه، يعني يقدر يعني يقطع شي طرف من صباعه ولا شي حاجة وما يحسش كاع، أو شي آلة أو شي حاجة تخيس وما يجيب خبر لراسه. هذه مرحلة خطيرة جدا، ولذلك قال الله جل وعلا بنص القرآن أشياء عجيبة: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هي هذه، واعلموا أن الله يحول، كيفرق ويدير العازل بين المرء وقلبه، كيولي القلب ضده. شيء غريب جدا، يعني كيما ايضا بعض الامراض عافانا الله واياكم، يعني كتولي بعض الاعضاء في جسم الانسان كتحارب الجسم النيت، كيولي القلب ايضا بالمعنى الروحاني يحارب النفس ويقودها الى المهالك. وهذا سبحان الله كنشوفوه الان، يعني كتلقى واحد شاب مثلا مدمن على المخدرات او مدمن على الخمر والعياذ بالله، وعارف بان الهلاك ديالو تما كاين، وكيوجد الدفن الهلاك ديالو. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه تماما، بما تغلف هذا القلب وصار أغلف، أغلف، وقالوا قلوبنا غلف، صار القلب أغلف بسبب الهوى الذي تمكن وسيطر على ذلك القلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان المؤمن إذن شنو خصو باش ما يوقعش في هذا الشيء؟ كما في القواعد الطبية، الوقاية أفضل من العلاج. خص إذن الصيانة، ماشي تخلي الطوموبيل حتى تعطب وتوقف بيك عطنو التعالج، لا، خصك مرة دي لها مراقبة، دي لها فيزيت، قلب الموتور، قلب الزيت، قلب الماء، ديما قلب كل صباح. فهذا الذي طلب منا الإسلام. لذلك شوف الله سبحانه وتعالى أعطانا القرآن، ذكر، ديما خصك تذكر الصلوات الخمس، واحد عدد دي الأعمال من أهم وظائفها صيانة القلب. سبحان الله العظيم، الله تعالى كيغفر لك مجموعة من الذنوب من الصلاة للصلاة. فإذا صليت الصلاة عصرا أو مغربا إلى غير ذلك، ما يقع من الذنوب بين الصلاتين تمسحه الصلاة اللاحقة، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. يعني واحد نوع من الذنوب، واحد نوع من الذنوب آخر كيمسح الوضوء، يعني أشياء عجيبة جدا. وهكذا الجمعة إلى الجمعة، يعني يغفر الله جل وعلا ما بينهما، ورمضان إلى رمضان، وعرفة إلى عرفة. فإذن هذه هي الصيانة اللي بها الإنسان كيعالج الأدواء، أو قل بالأحرى بداية الأدواء، وكيعالج المرض قبل ما يوقع، كيعالج المرض قبل ما يوقع، أي كيخلي المناعة عالية ديال الروح، كيخلي المناعة عالية. وهذا من أهم أنواع العلاجات على الإطلاق في النفس وفي البدن أيضا، تخلي الجسم ما عندوش قابلية يمرض. شيء حسن جدا فعلا، ولهذا وجب علينا أن نشرح أنفسنا. راه شيء مهم جدا أن الإنسان يدخل في نفسه، مش يتسارى في نفسه، ما يبقاش بندم مهتم بالناس. من المصائب التي أصابت بعض المتدينين في هذا الزمن أنهم قبل بالناس، هذا كاش قال، هذا كاش دار. شوف نفسك يا أخي الكريم، الأولى أن ينظر الإنسان إلى نفسه وأن يراقب نفسه أولا، ثم ليسأل هل أنا أهل، مش أنا بعد عندي الأهلية لأنتقد فلان أو علان. ولذلك من أخطر الأشياء أن الهوى قد يتعقد في القلب فيوهم صاحبه بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. معالجة الهوى هو محاربة للمرض
قبل أن يقع المرض. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.